افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات الذي تنظمه إدارة ونادي الوافدين بجامعة المنصورة. جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب بالجامعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 17 فبراير الجاري. في إطار احتفالنا باليوبيل الذهبي قررنا أن احنا نخرج من نمطية الاحتفالات العادية اللي هي ونحاول نعمل أنشطة في المحاور المختلفة. الأنشطة دي بتأصل ل يعني بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق الأهداف بتاع التنمية المستدامة، وبالتالي يعني حصلنا أو عملنا خطة على 5 محاور تقريبا هيتم من خلالها 20 نشاط قمي على مستوى القطاعات الجامعة المختلفة، وبجانب أكثر من 50 نشاط داخل الكليات المختلفة. النهاردة بدأنا بأولهم اللي هو يعني أول نشاط قمي كبير خاص بقطاع التعليم والطلاب، وهو الملتقى الصداقة الأول. الملتقى الصداقة ده الغرض منه هو برضو إن احنا هنحاول نأصل لمفهوم الصداقة بين الطلاب الجامعة، سواء كانوا دول طلاب من جامعات حكومية أو جامعات أهلية أو جامعات خاصة أو من خلال طلبة مصريين وافدين. كل دول بيمتزجوا مع بعض في ملتقى مش تنافسي، ده ملتقى لأن هم يقدروا يتبادلوا الخبرات، يتبادلوا الثقافات، يسمعوا ندوات، يشاركوا في أنشطة مختلفة، بس مش بين جامعات وجامعات، بين فرق وفرق من مختلف الجامعات. هو ده يعني المعنى اللي وراء هذا الملتقى. زي ما انتم شايفين احنا يعني تقريبا قربين على 500 طالب دلوقتي من حوالي 30 جامعة يمكن أو أكتر. كل يوم بيجي لنا جامعة، النهاردة وامبارح جاء جامعات أكتر، الجنسيات معدية 30 جنسية. فده شيء يعني ده واحدة من أهداف الدولة إنها تمسك الطلبة الوافدين دول في المجتمع الجامعة، ودول هم يعني زي ما بيقولوا القوة الناعمة بتاعتنا في مكان آخر. دي ساندي فايز، سنة 6 في كلية الطب. هما طلبوا مننا ان احنا نشارك في الملتقى الصداقة. انا مصرية فانا كنت بمثل المصريين في الفيديو. صراحة كان الملتقى نفسه يعني كواليس اصلا الفيديو كليب كان اكتر من تحفة، اكتر من الفيديو نفسه. وكنا مبسوطين ان احنا تعرفنا على جنسيات مختلفة من جامعات، من كل الجامعات ومن كل الكليات يعني. My name is Nabila binti Azhar. I'm a 60 America student from Mansoura Manchester program, Mansoura University, and I'm from Malaysia. أنا اسمي سارة إيهاب من فلسطين، سنة تانية كلية طب. إحنا اليوم شاركنا في ملتقى الصداقة الدولي عشان نمثل، يعني أنا عني راح أمثل الجالية الفلسطينية في هذا الفيديو، وكان فعليا رائع إنه التقيت بشخصيات ويعني من جنسيات مختلفة، فأنا كثير فخورة بهاي التجربة. أنا أميرة فيكازمي من ماليزيا، سعدت بالمشاركة في هذا العمل، يعني عمل فيديو رائع الذي يعني اكتسبت منه مجموعة من الصداقات من دول مختلفة، من مصر، من سوريا، من اليمن، من فلسطين، جنسيات مختلفة شاركوا في هذا العمل. أتمنى أن يكون هذا العمل جيدا. يعني فعليا هون المصريين، حتى مثلا زملائي بالكلية وساندي واللي كانوا معنا بالفيديو، كانوا بالنسبة لنا سبورت هوني. ما حسنا ان احنا يعني عن جد بوحدة او انه احنا بغربة، لا هم كانوا هون لنا اهل، وما حسنا انه في فرق كتير. صح برضو شوي فرق اللهجات غير، بس لا انبلا بنفهم مع بعض والحمد لله. مطرت الدنيا مطرت الدنيا والفطار وكذا والفطور ويعني يعني بلا حلو كان. كنا بنصور والدنيا شتت علينا وكلنا كنا طالعين متبهدلين جامد يعني، بس احنا قلنا نكمل لان هو فعلا كان يوم واحد، ما ينفعش كنا نتاخر عن كده يعني. فاستحملنا الشتاء واستحملنا كل حاجه، وكان الموضوع لطيف بالنسبه لنا يعني.